الخير واهلا بكم جميعا في حلقه جديده من مانشيت. دايما بنبدا بابرز مانشيتات صحف الغد ونقول لكم بكره الصحافه بتقول ايه. خلينا نبدا بين روزا اليوسف، وبكره خبر مهم جدا عن لسان القوات المسلحه، بيان خاص للقوات المسلحه بترسل 26 ارهابي الى الجحيم، التصدي الى 1329 عمليه ارهابيه خلال 4 سنوات، استشهاد 3 شرطيين واصابه الكثير، وده في صد هجوم إرهابي على فرع البنك الأهلي بسيناء، ويمكن كتير منا سمع الخبر ده النهاردة. جرت الأخبار بكرة على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيقول دور بطولي للجيش والشرطة في تطهير سيناء من الإرهاب. الرئيس يوجه باستكمال توصيل الغاز إلى المنازل، ويبحث الاستعداد لتدشين مدينة العالمين اللي هتفتتح قريبا جدا. أما روزا اليوسف على لسان الأزهر بيقول جيشنا قهر المحتل ولن تعجزه شراذم الإرهاب. الكنيسة مصر حصن منيع تتكسر على أسواره مؤامرات الأعداء. الأخبار بالزغاريد، الألاف يشيعون شهداء الوطن رحمهم الله، ودي صور على جريدة الأخبار. أما اليوم السابع، رئيس الوزراء يوجه بإعداد تقارير تقييم المحافظين. لسه في اليوم السابع ولكن صفحة أخرى، وزراء ري إثيوبيا ومصر والسودان يجتمعون لحل الخلافات حول كيفية ملء السد. المصري اليوم، الزراعة بتقول إن هناك 3 مشروعات قومية لتوفير فرص عمل وسد الفجوة الغذائية. البنا تسهيلات كبيرة للراغبين في الاستثمار الحيواني الداجني ومنح التراخيص. وهنرجع تاني لروزا اليوسف، ولكن خبر على لسان وزارة التموين اللي بتؤكد في خفض قريب لسعر الدواجن في فروع المجمعات الاستهلاكية، وهيكون في 42 سيارة مجهزة متنقلة لبيع منتجات اللحوم، وهتكون في الميادين العامة. أما الشروق فعلى لسان وزارة الصحة، 710 ألاف مطلق بمصر، و64.9 منهم إناث. الأسباب بقى كما ذكرتها الصحيفة على لسان برضو مسؤولة بوزارة الصحة، بتقول إن الزواج المبكر وغلاء الأسعار وإدمان المخدرات وتدخل الأهل والأصدقاء في الحياة الزوجية أهم الأسباب. الشروق مصدر لها بيقول إن شركة فالكون بتبدأ قراءة عدادات الكهرباء نهاية العام الحالي، والمرحلة الأولى ستشمل توليها مسؤولية 7.5 مليون مشترك، وتحصل وهي بتحصل بقى على كام، 1.77 قرش تنظير كل قراءة. الكشافين بقى الحاليين هيتم نقلهم لإدارات التحصيل. أما جريدة الأخبار فبتقول إن المؤسسات والبنوك الدولية بتشيد بخطوات الإصلاح الاقتصادي. وزير المالية بيؤكد الحقيقة إن هناك في واشنطن، هو موجود في واشنطن، فبيؤكد إن صندوق النقد لم يطلب فرض ضرائب تصاعدية. لسه مع جريدة الأخبار ولكن خبر آخر، وفد فرنسي يستقل المترو لزيارة وزير النقل بمكتبه. وده أعلنه طبعا دكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة بتهدف إلى نقل 25 مليون طن بضائع سنوية عبر السكك الحديدية بحلول 2022، باعتبار نقل البضائع أحد أهم الوسائل اللي بتتبعها الوزارة.
هنرجع تاني للشروق. خبر على صفحة أخرى بيقول دستورية النواب بتبحث تعديلات الإجراءات الجنائية تمهيدا للصياغة. المقترحات استندت إلى تسريع وتيرة العدالة وتوصيلها لأصحابها في أماكنها. وإحنا كنا عاملين هنا الحقيقة لقاء حصري مع السيد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وأفاد بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا المشروع المهم الخاص بالإجراءات الجنائية، وخدنا حصري الحقيقة منه هي تفنيد هذا القانون. المصري اليوم بتقول حقوق الإنسان بالنواب بتعد حاليا تقرير عن زيارة السجون. مش بس حقوق الإنسان بالنواب، كمان حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، فيه اهتمام كبير جدا بالمساجين واهتمام كبير جدا بأن يكون هناك رعاية هامة جدا وحقوق للإنسان داخل السجن. روزا اليوسف بتقول ان البرلمان بيكشف اكاذيب المنظمات المشبوهة، وهيتم توزيع سيديهات على سفارات وبرلمانات العالم حول اوضاع حقوق الانسان بالسجون. السجناء بيؤكدوا انهم لم يتعرضوا لاي انتهاكات، والداخلية بتتعامل معهم وفق القانون. المصري اليوم بتقول ان مجلس النواب بيناقش تعديل قانون الخدمة المدنية بسبب مشاكله. الخدمة المدنية قانون اثار جدل في الفترة الماضية، ومن الواضح ان هو ما زال يثير جدل حتى الان. اما اليوم السابع، الاموال العامة بتحقق في اكبر قضية فساد بمليار دولار، ومسؤولون في شركة بترول بيؤكدوا انه في استيلاء على الأرصدة والأرباح عن طريق التلاعب في الحسابات. قضايا فساد يعني كثيرة، لكن الحمد لله يعني بيتم الحسم فيها وتم القضاء عليها. اليوم السابع، نائب رئيس البنك الدولي بيقول انهم في تفاؤل كبير جدا من الاقتصاد المصري، واتوقع ارتفاع النمو الى 7%. روزا اليوسف، مصر بتطالب بغداد وحكومة كردستان بالتهدئة والحفاظ على وحدة العراق، خطة الأغا وروحاني لنهب أبار نفط كركوك. الشروق، في وفد السلطة الفلسطينية يصل غزة لاستلام المعابر. نائب رئيس فتح بيقول ان في ترقب تمكين حكومة الوفاق في القطاع، وحماس تدين الهجوم الإرهابي في سيناء. اليوم السابع، منتخب مصر يحتفظ بالمركز 30 في تصنيف الفيفا، وتونس تنتزع صدارة العرب وإفريقيا. الفراعنة في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم، وإيطاليا تتجنب مواجهة سويسرا بالملحق الأوروبي. المصري اليوم، القومي للسينما ينطلق في 7 محافظات، السينما شعاع الغد. واليوم السابع، بتؤكد ان فيلم يوم الستات لإلهام شاهين فاز بأفضل فيلم في مهرجان روتردام. مهرجان روتردام اللي بيعقد في هولندا، الحقيقة دعا الفنانة إلهام شاهين لحضور هذا الفيلم، وتم تكريمها كأفضل فيلم بمهرجان روتردام. هنروح دلوقتي لفقرة الكاريكاتير. أول كاريكاتير معانا من الشرق الأوسط، وهو بريشة الفنان أمجد رسمي عن الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ومن الاتحاد كاريكاتير بريشة الفنان شريف عرفة عن العلاقات الأمريكية الإيرانية. ده كاريكاتير من الرياض السعودية بريشة الفنان ربيع عبد العزيز عن سياسة دولة قطر. كاريكاتير من الأخبار بريشة الفنان عمرو فهمي عن نفس الموضوع.
ده كاريكاتير من جريدة الحياة بريشة الفنان ناصر الخميسي عن انخفاض الرواتب في مواجهة ارتفاع المصاريف. ده من الاندبندنت كاريكاتير عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. من الساندي تايمز كاريكاتير عن رئيسة الوزراء البريطانية تريزي مير. بورصة الصحافة بقى أفضل صورة، خدت جريدة الدستور أفضل صورة على صفحتها الأولى عن مخيمات الروهينجا، وأفضل أيضا ما نشاهده تفاصيل هذا الموضوع على نفس الجريدة. أحسن إخراج صحفي من مجلة التايمز عن الحدود الفاصلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، زي ما حضراتكم شايفين الحقيقة الصورة شكلها جاذب جدا للانتباه. ده أفضل كاريكاتير من جريدة الغد الأردنية، وهو بريشة الفنان ناصر الجعفري عن هجوم ضخم في منطقة مزدحمة في قلب العاصمة الصومالية مقديشيو اللي أسفرت عن مقتل أكثر من 240 قتيل على الأقل. دلوقتي فاصل، وبعد الفاصل على طول فقرة التحقيقات اللي بنجيب فيها دايما على سؤال مهم جدا، وهو الحقيقة فين؟ فاصل ونعود. اهلا بكم من جديد. اليوم السابع كتبت النهارده عن ملحمة للقوات المسلحة في سيناء، ونقلت بيان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي اللي أكد فيه أن القوات تمكنت بالفعل من تصفية 24 عنصر إرهابي بمنطقة القواديس. والبيان أوضح أيضا أنه على مدى 3 أيام أسفرت العمليات الإرهابية عن استشهاد 12 من أبطال القوات المسلحة. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل عن جهود القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب. معانا دلوقتي على الهواء مباشرة اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. مساء الخير يا ست اللواء. خلينا نعرف من حضرتك، مساء الخير على حضرتك والساده المعاونين. اهلا بحضرتك، خلينا نعرف من حضرتك ليه استجدت مره اخرى العمليات الارهابيه في الفتره الاخيره؟ يعني على مدى عده ايام رجعت تاني عمليات ارهابيه، ورجعت تاني برضو ملحمه القوات المسلحه تتجدد. صحيح القوات المسلحه بتقدر الحمد لله انها تتصدى، لكن عوده العمليات الارهابيه دي ماذا يعني؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بداية يهمني أبعد تحية للمصريين، أبعد عزاء للشعب المصري في شهدائه، أبعد برقية لشهدائنا عبر العصور. نحن نتذكر لماذا قدمتم أرواحكم، ونفس الخط إحنا ماشيين عليه، نفس المهام هننفذها بفضل الله. قبل ما أقول ليه تجددت العمليات الإرهابية جوا سينا، عايز بس الناس تفكر معايا عشان أستخدم ذكاء الناس. هل هذا العمل بهذا الحجم من الخسائر، 24 قتيل غير اللي ممكن يكونوا فروا، اتنين عربية دفع رباعي، بعض الزي مشابه لزي القوات المسلحة، هل هذا الأمر عشوائي ولا له تخطيط وفكر مسبق؟ هل في معلومات بتغذي هذه العناصر؟ تخطيط جيد جدا بيتم لهم، الهدف اللي هتهاجموه ثم مكوناته ثم نظام الخدمة فيه ثم ازاي تهاجموا وازاي تنسحبوا؟ هل هذا الأمر عمل فرادة ولا عمل أجهزة بتخطط وبتنظم لهؤلاء البشر؟ وهؤلاء البشر هم مجرد نهايات طرفية بتنفذ المستهدف. يهمني الأمر ده يوصل مصريين عشان يدركوا إن العمل المصريين بيقوموا به سواء قوات مسلحة أو أجهزة إنفاذ قوات إنفاذ القانون أو بقية أجهزة الدولة هو عمل رائع، لأنه مش عمل فردي، لا ده عمل مخطط منظم. طيب ليه العمليات اتجددت تاني؟ العمليات لم تتوقف ولم تنتهي، ولسه قدامنا المشوار في وقت عشان الشعب المصري يبقى مدرك حجم العمل اللي بيديره. بس دايما بستخدم ذكاء المصريين واقول لهم انا عايز ترجعوا كده وتعملوا حصر لاحداث الارهاب 2014 2015 2016 2017، والسؤال هل الارهاب يتزايد ام يتراجع؟ والارقام والمؤشرات بتقول ان الارهاب بيتراجع. النهاردة نقدر نتحرك في أي وقت، كل حركة الإنسان المصري أصبحت
ميسوره بلا مشاكل. الارهاب رجع ليه ولسه منتظر يستمر فتره ليه؟ هل الارهاب حقق مهمته عشان يتوقف؟ لا، لسه في تقدير من صنع الارهاب ومن يستخدم الارهاب كوسيله لتنفيذ مهام محدده لم يتحقق لم تتحقق هذه المهمه. برضو احب عشان ساعات يتهمونا بذاكره السمك افكر المصريين بمقوله احد قاده الاخوان اللي قال قدام شاشات الاعلام كلها ان كل ما يحدث في سيناء يتوقف فورا بمجرد الافراج عن محمد مرسي، عوده محمد مرسي للحكم. اصحوا يا مصريين وانتبهوا، الامر بيخطط ازاي؟ رجعوا الاخوان للحكم كل الامور تبقى زي السمنة على العسل، لان الاخوان كانت جايه تنفذ مخطط بذاته لجزء من احياء الشرق الاوسط الجديد، كانت بتنفذ هذا المخطط بمنتهى الدقه بما فيه انتزاع سيناء وهويتها المصريه لتكون لها هويه اخرى. عشان كده الارهاب لسه موجود. ثم الارهاب انتبهوا، الناس تنتبه ان مع كل نشاط مصري بيبقى فيه ترتيبات معينه ان تعمل ازعاج للمصريين، سواء نجاح داخلي او نجاح خارجي، في ترتيبات لازعاج المصريين وزرع الياس في نفوسهم، وسينا غير امنه، وسينا اقتصاديا مش امنه، وانتوا مصريين مش هتقدروا. لا، كل ده المصريين اصبحوا قارئين له وفاهمين لماذا ينفذ الارهاب وكيف يدبر، ومن حين الى اخر ده الاكثر من كده. طب ما اللي بيخطط للارهاب، طب ما تيجوا نشتت قوات انفاذ القانون مع قوات الداخليه واعمل حاجه النهارده وبعد بكره اعمل حاجه، وفي التوازي اهاجم كنيسه في وسط العريش وهاجم احد البنوك. اذا عمليه تشتيت القوات انفاذ القانون وقوات الشرطه هو شيء مستهدف، ان المصريين يبتدوا يبقى محور حياتهم الارهاب وكيف نتخلص منه، وهيفضل الارهاب ده مسيطر علينا؟ لا، المصريين تفهموا هذا الامر وادركوا ان الارهاب له مهمه، مهمته الرئيسيه باعتباره بيتركز اساسا في سيناء، ان سيناء هي منطقه الفصل ومنطقه اللي ممكن تتحل كل المشاكل لو سلمنا سيناء وسبناها ومبقتش مصريه بشكل او اخر. ده اللي عايزين يوصلوا المصريين له. هل المصريين عندهم هذه الفكره او عندهم تصور او امكانيه ان ممكن ذره رمل واحده تروح من سيناء؟ لا طبعا. دم الشهداء اللي في سيناء كل يوم بيتجدد، ولم يجف حتى دم الشهداء اللي في 73، لازال هذا الامر مسؤولين احنا عن دم الشهداء دول. طيب هو البعض عشان كده بيقول الارهاب ما حققش مهمته. هو البعض ربط التوقيت، يعني نحن طبعا في ذكرى انتصارات اكتوبر، عودة العناصر الارهابية مرة اخرى او تجديد العمليات الارهابية اللي حضرتك بتقول انها ما خلصتش، هي فعلا ما خلصتش ولكن بتزيد من حين لاخر، يعني بتهدأ ثم تعود مرة اخرى. التوقيت نفسه ان احنا بنحتفل بذكرى انتصارات اكتوبر، فربما يكون هناك هدف وتجدد العمليات الارهابية في ذكرى انتصارات اكتوبر، هل هذا صحيح؟ البعض ربط الحقيقة ان في توقيت، او هو المقصود به هذا التوقيت تحديدا؟ اللي بيخطط للارهاب، انا قلت لحضرتك ده مش عمليه عشوائيه، لا، في ناس بترتب وقدامها خطه زمنيه وقدامها خطه الانشطه في مصر شكلها ايه وكيف نحاول ننكل بالمصريين من حين الى اخر، وفي مناسبات اللي بتمثل لهم نقاط قوه بقول لهم لا انا بنكد عليكم في هذه اللقطه. بس هم قارئين جزئيين للمصريين، مش قارئين للانسان المصري بتكوينته واصراره عنده، وكونه أرى الموقف وأرى المشهد فالإرهاب بيتضاءل وبينحدر. برضه فرصة أقول للمصريين، الشعب المصري، عشان الجغرافيا مش علم مش كل الناس بتستمتع بيه، سينا شبه جزيرة سينا اللي محاط بالمية من كل الاتجاهات عدا 220 كيلومتر للحدود بين مصر وإسرائيل، منهم ال 14 كيلو اللي مع غزة، دي مياه. هذه المياه متسيطر عليها بعناصر كتير قوي 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 قوي. عشان كده يجي الارهاب مناسبه زي اكتوبر يبتدي ينكل بيه. واللي بيخطط، ارجع للتخطيط، في ناس بتخطط وبتقول نعمل ده امتى وفين. سينا مع هذه المساحه 60,000 كيلومتر مربع، مربع العمليات او جزء من مناطق العمليات هي لا تتجاوز 1% او من 1-2% من مساحه سينا، اللي هو المساحة اللي في منطقة العريش. حصل سيطرة على الحدود جزئيا، لاني اما ببص في وجوه من ارتكبوا هذه العملية الارهابية بجد فيها وجوه مش مصرية،
انا زي ما قلت لحضرتك هم نهايات طرفيه بتنفذ مهام وكاله ليهم، وجزء كبير منهم قد يكون اجانب تم دفعهم احتمال عبر الانفاق، جزء من الانفاق اللي لازال ممكن بينبض بالحياه، جزء من السواحل، جزء من المواني ناس، جزء من المعابر قناه السويس. دايما بيحضرني هنا اثناء تواجدنا في الخدمه يمكن 2011 2012 حصل ان حصل سيطره كامله على معابر قناه السويس، لدرجه يا استاذه رانيا ان اسرائيل ابتدت تتساءل المتسللين الافارقه نقصوا قوي، والافارقه بيمثلوا لاسرائيل هم قطع غيار بشريه، يعني بياخدوا هذا المواطن الافريقي اللي ملوش اصل وملوش بطاقه وملوش هويه وملوش باسبور ومتسرب عبر الحدود ويتاخد كقطع غيار، جزء القلب يتاخد، الكبد يتاخد. في وقت من الاوقات اما احكمنا السيطره الكامله على معابر قناه السويس تساءلت، ابتدى يحصل تساؤل، هم الافارقه بطلوا يجوا ليه؟ اذا احكمنا السيطره على معابر قناه السويس اكثر دقه من الحالي وعلى سواحلنا على البحر المتوسط وخليج العقبه وخليج السويس، يبقى احنا ولنا شريك في الاتجاه الشمالي الشرقي اسرائيل مسؤول عن تامين حدود معانا. صحيح الشريك اللي في ال 14 كيلو بتوع قطاع غزه المساله يعني فيها قولان لسه، مش معنى ان المصالحه تمت بين فتح وحماس ان المساله بقت صائبه تماما ونقيه تماما، مش معنى ان هم ازالوا وطهروا 200 300 متر شرق الحدود وسهدموهم ان الانفاق مش جايه من شرق ال 200 300 متر وممتده عده مئات الامتار او 2 3 كيلومتر، لسه المساله مش امنه لحد ما يبقاش فيه العربيه ولا متفجر ولا كيلو جرام واحد متفجرات، لان اهل سينا المصريين اللي جوه سينا مصريين، بقول دايما انهم شعب مصر الشريف، ومصر لا تنسى ابدا جهدهم من 67 ل 73 وجهدهم عبر هذه المرحله وازاي هم صامدين. بس زي ما احنا كاهل الوادي فينا شباب خربان، هم عندهم برضو شباب خربان، انما لا احكم ابدا على اهل سينا من خلال هذا الشباب الخربان، لان في مفردات لفصل اهل مصر كلهم دلوقتي يا استاذه رانيا، من ضمن المفردات دي ان انا اقول بدو سينا لوحدهم، ان انا اقول مسيحيين ومسلمين لوحدهم، ان انا اضرب في طوائف بذاتها او للجيش والشعب عشان افصص مصر شرايح عشان اعرف اقسمها واخدها اجزاء. المصريين منتبهين ومدركين، ودورنا احنا ذاكره التاريخ ان احنا نقول، ما احنا بنقول استدعاء كلنا من حين لاخر، وكلامنا مع الشباب في كل المناطق ومدارس الثانوي اللي بنروحها تباعا وطلبه الجامعه اللي بنقابلها تباعا، بنقول احنا الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر اللي مش ممكن هنتنازل ان احنا ننقل ما في جعبتنا الى المصريين، لان هذا حقهم، لان احنا اتعلمنا وتربينا في خير هذا البلد، واللي في دماغنا مش ملكنا، ملك المصريين هنرجعه. طب خلينا بنقول اعرف احنا من حضرتك لما يحدث وعارفين الارهاب. خلينا اعرف من حضرتك يعني ان طبعا من الواضح ان في سيطره الى حد كبير على الارهابيين الموجودين في العريش، لكن ازاي بيتم التعامل مع هذه العناصر وسط وجود عدد كبير برضو من المدنيين الموجودين لسه في العريش لغايه دلوقتي؟ سؤال حلو، لانه يوضح للناس ازاي قوات انفاذ القانون بتشتغل مع قوات الشرطه. هذا الامر بيتطلب استاذه رانيا دقه معلومات متناهيه وتنسيق كامل بين كل اجهزه المعلومات في الدوله، مش المخابرات الحربيه فقط ولا المخابرات العامه ولا الامن الوطني، كل ما هو بيشتغل في المعلومه، ولا بدو سينا اهل المصريين جوه سينا الشرفاء، في معلومات متكامله بتجتمع عشان تتوفر قدام قياده قوات انفاذ القانون قبل ما تقرر تقوم بهذه العمليه. في مشكلة شديدة جدا ان انا ازاي انتقي اهدافي اللي مطلوبة في وسط مجتمع مدني، ازاي اعمل انذار بهدوء شديد لكل الناس اللي موجودة في المنطقة عشان اخليها، ازاي انتقي هدفي من غير ما اضر بيت، من غير ما اضر حقل، من غير ما اضر مش انسان، اضر ممتلكات اي انسان. ده بيتطلب مع المعلومات المتكاملة
يتطلب التعاون الكامل بين الأجهزة، التعاون مع المصريين جوه سيناء، انتقاء الأهداف بدقة، حرفية المنفذ. برضو هفكرك يا أستاذة رانيا، يمكن المصريين ساعات بينسوا، هفكرك بلقطة الدبابة اللي لمحت العربية اللي سابت القول اللي كان داخل على نقطة السيطرة وطلعت لها الدبابة. ازاي حرفية طقم الدبابة اللي طلع العربية ودسها بالميل عشان يبططها على اللي فيها من غير ما يلمح ولا يلمس العربية اللي جنبها. في حرفية شديدة في القوات في قوات انفاذ القانون والقوات المسلحه. وصلت الرساله. يعني القوات المسلحه وقوات انفاذ القانون طبعا نحن لا نتحدث عن لا نتحدث عن نشاطنا وتدريبنا طبعا، بس واضح طبعا الحمد لله يعني ان في سيطره والصوره وضحت. الصوره وضحت. اشكرك شكرا جزيلا اللواء ناجي شهود، المستشار باكاديميه ناصر العسكريه، اشكرك على هذه الايضاحات. وهنروح دلوقتي لفقره الصحافه العربيه والدوليه. خلينا نبدأ من الحياة اللي شككت مصادر خليجية في فرص انعقاد قمة مجلس التعاون في الكويت اللي هتقام في ديسمبر القادم، والسبب هو تعنت قطر كما ترى صحيفة الحياة وعدم استجابتها أيضا لشروط الدول اللي بتركز على وقف دعم الدوحة للإرهاب، وبترفض السعودية ومعها الإمارات والبحرين المشاركة في القمة في حال حضور أمير قطر قبل استجابة الدوحة لتلك الشروط. هارتس الإسرائيلية قالت أن مسؤول إسرائيلي أعلن أن حزب الليكود اليميني اللي بتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيقدم مشروع قانون بيمنح فتح تحقيق بحق رئيس حكومة طالما كان يتولى منصبه، وده فيما يخضع طبعا نتنياهو حاليا للتحقيقات زي ما حضراتكم عارفين حول شبهات تورطه بالفساد، ولن يطبق القانون على رئيس الوزراء الحالي بل على خلفه. الشرق الأوسط بتقول أن القيادة الكردية متمسكة بنتائج الاستفتاء وتدعو بغداد إلى حوار بلا شروط. انتهى اجتماع قيادي طبعا قيادتي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في دوكان بمحافظة السليمانية أمس بالاتفاق على 5 نقاط، وكان أهم هذه النقاط هو رفض طلب بغداد إلغاء نتائج الاستفتاء على الاستقلال كشرط للحوار. الراية الكويتية مسؤول في النفط بيؤكد أن القوات العراقية سيطرت بالفعل على جميع حقول كركوك وستستأنف فيها الإنتاج قريبا، وده بعد اشتباكات مع القوات الكردية اللي سيطرت على المنطقة الغنية بالنفط من عام 2014 وحتى الآن. الشرق الأوسط بتقول أن في غموض حول مصير مقاتلي داعش الأجانب في الرقة. التفاصيل اللي بتقولها صحيفة الشرق الأوسط أن قوات سورية الديمقراطية أطلقت هجومها النهائي في معركة الرقة، مؤكدة أنها ستستمر حتى تطهير كامل المدينة من الإرهابيين اللي رفضوا بالفعل الاستسلام، في حين أعلن هذا عن خروج 3000 مدني كانوا محاصرين في الداخل. وبقي التفاصيل الاتفاق اللي نفى التحالف الدولي علاقته به غير واضحة حتى الآن، خاصة حول وجهة القافلة اللي غادرت ليلا والتضارب في المعلومات عما إذا كانت تضم عناصر أجانب أم اقتصرت بالفعل فقط على السوريين. الصحف الفرنسية بقى اهتمت، وهي النهاردة طبعا اهتمت بالمقابلة التلفزيونية اللي قلناها لحضراتكم امبارح ان كان كل الصحف الفرنسية كانت عاملة اعلانات على حوار يجري الرئيس الفرنسي مع القناة الفرنسية الاولى. النهاردة الصحف بدأت تنقل مقتطفات مهمة عن هذا الحوار. يعني خلينا نقول ان الفيجارو مثلا، لو فيجارو في افتتاحيتها قالت ان هو لأكثر من ساعة من الزمن حاول ماكرون الاجابة على اسئلة الصحفيين الثلاثة اللي حواروه، وقال الكثيرون ان هذه المقابلة كسرت استراتيجية الرئيس الشاب المعتمدة مع الاعلام الفرنسي منذ تولي الحكم بعد 5 اشهر من الحكم، واصبح من الضروري ان يشرح للفرنسيين توجهات سياسته واهدافها وما اذا كان قد شرح نقاط عديدة فيما يتعلق بالتكوين المهني والضرائب والبطالة. الجريدة بتؤكد ان هو رد على ما يتهمونه بانه رئيس الاغنياء وممثل الحزب اليميني، لانه لم يغير اقواله حول المسار اللي بينوي العمل به من جهة تحرير الاقتصاد ومن جهة اخرى حماية الفرنسيين من الرياح اللي بتعصف من جميع النواحي.
ماكرون دافع عن قراراته ووعد بنتائج جيدة، واهتمت الصحيفة أيضا بالمقطع اللي قال فيه الرئيس الفرنسي أنه سيزور إيران في الوقت المناسب. أهم حاجة أنه هو يعني اللي أجرى الحوار مع الرئيس الفرنسي ثلاثة مش واحد أو اثنين، ودي أول مرة نشوف أن في ثلاثة يجري حوار، يعني يجري حوار مع رئيس. برضو على نفس الموضوع لبريسيون قالت ان ايمانويل ماكرون مخاطبا الفرنسيين بيقول هيا الى النجاح، وبيقول ان الرئيس الفرنسي الجريده بتقول ان هو استخدم جميع الاسلحه الخاصه به من اجل ان يشرح للفرنسيين ان النجاح لا يمكن ان يتحقق الا بالعمل والمحاوله عبر جميع الطرق المتاحه، ودفع بشده عن ارباب العمل وعن قانون العمل الجديد. لبنيون بقى المانشيت الرئيسي لها برضو بيقول ماكرون لقاء المصارحه، يعني وصفت هذا اللقاء بانه فعلا لقاء المصارحه، وفعلا كان لقاء مهم جدا، يعني قال فيه كل حاجه ممكن كانت متوقعه وغير متوقعه، دافع فيه عن اشياء كثيره كانت متمسك بيها، ونفى اشياء كثيره كان البعض بيرى ان هو متمسك بيها، لكن من الواضح انه من خلال هذا الحوار بدا يغير شويه في سياسته تجاه العمل وتجاه الشباب. فالحوار الحقيقه من الاهميه لمن يرغب في قرار التفاصيل على الصحف الفرنسية. الحقيقة انتهت حلقة النهاردة، بكرة إن شاء الله لقاء جديد من مانشيت. لكم تحيات أسرة البرنامج وتحياتي أنا رانيا هاشم، وإلى اللقاء.